مستمرين معكم جون 2011 بيبر 2 فاريانت 1 والسؤال السادس، ونكرر بيبر 2 أصبحت لاحقا بيبر 3 فما فيش فرق بين الاثنين. بيكلمني عن A laser is a device that gives a narrow parallel beam of monochromatic light. طبعا مونوكروماتيك يا معايا يعني لها لون واحد، لها ويف لينث واحدة، لها فريكوانسي محددة، تمام؟ فأنت لازم تكون عارف الفرق ما بين حاجة اسمها مونوكروماتيك وحاجة اسمها سبيكترم. درس الديسبيرجن بالمناسبه. فيجر 6.1 شوز ذا لايت فروم ليزر شاينينج اون ا تراينجل بريزم. طبعا يا جماعه بما انه مونوكروماتيك فانت لازم تكون مذاكر درس الريفراكشن كويس. الهواء يا جماعه بنسميه رير، خفيف. الازاز حبايبي بنسميه دنس. وانا عندي قاعده بتقول لي من رير تو دنس. طبعا نرسم الخط الجميل ده يا جماعه اسمه النورمال. الخط الجميل ده اسمه النورمال. فبنقول اللايت لما بيجي من رير تو دنس نكسره توارد النورمال. ما تنساش يا جماعه ان هو كان المفروض يعدي كده، كان المفروض ده اتجاهه الاصلي اهو، لا على امتداد دي كده صح. فمن رير تو دنس المفروض نكسر اللايت توارد النورمال. وطبعا لازم تكون حضرتك عارف ازاي ترسم النورمال مظبوط. النورمال يا جماعه بيترسم بيربنديكولار على السيرفس، يعني ده السيرفس اهو تمام. فده كده towards النورمال. نيجي اللايت يا جماعه هنا في الدنس اللي هو الازاز، رايح الرير الهواء تاني. قعدت من دنس تو رير طبعا بنرسم النورمال، وطبعا النورمال يكون perpendicular على السيرفس مش perpendicular على الري، perpendicular على السيرفس تمام. قعدت من دنس تو رير انه يبعد عن النورمال، فده كان المفروض انه هيكمل كده. لا احنا هنبعده عن النورمال. يبقى يا جماعة تاني من رير تو دنس يقرب من النورمال، ومن دنس تو رير يبعد عن النورمال. ايه اللي هنشوفه على الشاشة هنا حبايبي؟ هتشوف نقطة ليزر هنا في الحتة دي على الشاشة تمام. فالراجل بيسألني هنا ببساطة، بيقول لي what will be seen on the screen. هنقول له ببساطة هو طلب مني ان انا اكملها، اديني كملتها له. هتلاقي a spot تمام. بيقول لي بقى شلت الليزر بيم وبدلناه بوايت لايت. الوايت لايت يا جماعه مش مونوكروماتيك، يعني مش ليه فريكوانسي واحده وويف لينث واحده، وانما هو خليط من الوان كتير. عشان كده الوايت لايت يا جماعه لما يجي يخش في البريزم، هو الحقيقه هيتفرش ديسبرجن، مش هيتكسر كسره واحده، لا ده هيبقى الريد وده هيبقى الفايلت، وما بينهم يا جماعه السبع الوان المعروفه اللي هي بقى الاورنج واليالو والجرين والبلو والسبع الوان دول تمام. فده الفرق ما بين الوايت لايت مثلا والليزر، او ما بين مثلا لما يقول لك وايت لايت او ريد لايت. الوايت لايت يا جماعه لازم يتفرش، لازم يحصل له ديسبرجن معاه. فطبعا ده لما يجي يطلع هنا هنلاقي ده الريد، وده طبعا المفروض بقى ان بقيه الالوان هنا اللي هي اورنج يالو جرين بلو انديجو واخيرا ايه فايلت. بس احنا طبعا مش بنرسم السبع الوان، احنا بنرسم الاولاني والاخراني بس تمام. فبيقول لي state what is now seen. هو ما طلبش مني يا جماعه ان انا يعني ارسمه اصلا. هو بيقول لي ايه اللي هتشوفه؟ والله هقول له والله انا هشوف spectrum of seven colors where red appears at the top and violet at the bottom. دي اجابه هذا السؤال، ده المارك سكيم بتاعه حضرتك لو حابب تطلع عليه. سؤال رائع جدا يا جماعه فيما يخص درس اللايت ديسبرجن، وكمان حته في درس الريفراكشن. ارجو انك تكون استفدت منه كويس.